السلام عليكم، ذو زير بوي بيجي رياكشن. رجعنا لكم بلاد برياكشن جديدة كالعادة والعواد. دي دين كانون 16 لا نيوك بيت باي ام اتش دي. الولاد تيتر عنده ثلاثة سوايع برك، مازلك يا بط هيك علاش الولاد قلت لكم رياكشن جاتكم مخر شوية، فهمتني ولا لا؟ دونك اعذرونا خاطر تيتر مازلك يا بط، فهمت كيفاش. ليتس جو نشوف شنو هي الفضل، نشوف شنو هي الدنيا اجواء مع لطفي، مع يا ربي استغفر الله يا ربي. دي دين كانون 16 قعدت في مخي في الدبر كانون، الوليد خضر برجوليه مالا فوضى عملها. اما هذا ما يمنعش تويكا الرياكسيون نتاعنا والفيديو نتاعنا خاص ديدين كانون 16. انسان قاعد يخدم على روحه بصفه غريبه، فهمتني ولا؟ فك بلاصتو بذريعه تو سامبلومون. الوليد عنده فان بيز مزيانه برشا وكبيره برشا ما شاء الله، شفتها على عينيا، فهمتني ولا؟ فرد الوقت قاعد يهبط لك ديما، قاعد يهبط يعني، فما الكونتينياسيون فما الخدمة، فهمتني ولا؟ غرام وفرض الوقت كما نقولوا مسؤولية، فهمت كيفاش. دونك ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى، الولاد نفهموا العملية. ديما الولاد اللي لاحظوا على دي دين كانون 16 البيت نتاعو، البيتس نتاعو اللي يخدم بيهم ياسر هارد على الاخر و unexpected جملة مش متوقعين جملة باتتا. فوق هذا الكل صوته يتماشى مع كل شيء خاطر عنده كالبحة، يعني يعرف شنو يعمل من الاخر، فهمت؟ يعرف ايش قاعد يعمل. ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا، نفهموا العملية. يلا الولاد صحتي عقدراني فور سحور اللي داني قيدني لطريق الشوك، ترت الشيب ديالي ماشي حاف في طريقي شوك، مول شي بعروف الشبيبة في اللانيوك، لاني لانيوك لاني لانيوك لاني لانيوك الشبيبة في اللانيوك. لا لانيوك الشبيبة في اللانيوك. تو الولياد مانيش فاهم اش معنيها لانيوك، اما تاني فهمها، فهمت العملية. من المفيد تأكدنا من النطق الصحيح نتاع الكلمة. لاني لانيوك لاني لانيوك لاني لانيوك الشبيبة في لانيوك، واقين راني النوم ما أمنت ليبيا، هارب من البلاد بضربوا ألجيريا، شحال راطي تعي هارب من البلاد بضربوا ألجيريا. الولاد ديب على الاخر، اللغة هذه ديب على الاخر على الاخر، خاطر وصل لك معلومة اني هارب من البلاد، هارب منها البلاد حرفيا، اما بضربوا ألجيريا يعني تزير راي تقعد، فهمت؟ تقعد بلادي، فهمت؟ بلادي الام صح. الله غالب ما عطاتنيش، هذا ما يمنعش لازمني نهرب، اما هذا ما يمنعش نقعد نحبها، فهمت كيفاش؟ صحيبي صحيبي وصلها المعلومه كلي بالضبط. يا تسبحوا لي يا ودي يا قامط على المسجون، هارب من البوليسية فوق بيت راح لي شوي قمرك اللي ضوي، تطلع تهبط شحال تعوم تغرق تبقى شوكي ابدي، سمني طولي في سمك ودناك وسمك راسي بلاوي ريحة الغدر نسمت. يا ولدي برسمك تبرسمت خليقة ربي نفهم بالصيف، انت باش تزيد تسرب وتسوينك عليا تشنو تو برو تشنو تو يعجبك؟ خل لحظه خل برسم خل نفهم. فوق بيت راح لي شوي قمرك اللي ضوي، تطلع تهبط شحال تعوم تغرق تبقى شوكي ابدي، سمني طولي في سمك ودناك وسمك راسي بلاوي ريحه الغدر نسمه البحر لعبت خسر فيك تطفر بزاف شكاوي. الله كاليتي هربين عليهم يحبوا فيريتي، جات لا كونتيتي سان باولو ريو نولي برازيلي بلا ما تحجي لي، وجهك وحده اللي تقول لي خاطيني شكون اللي باطني ديك طويله انا خيطي لاريني، سمني ترواسو في لاغرينتا روحاني هاد الموسيقى حاجه ما تدوم كره. شفت كيفاش الولاد؟ شفت كيفاش؟ قلت لكم يعرف اش قاعد يعمل، يعرف اش قاعد يعمل، ينجم يخدم لك بالطريقه اللي حب لك عليها هو. وفرد الوقت كالعاده الولاد البيتس ديما هارد اللي يخدم بيهم ديما ديما ديما. هاد القوم ولو ما جاتهم ندامه، ستاي فوك اللوم از ماي هوم، نولي بلادنا اسامه مثل صلاح كي حمامه، نولي بلادنا اسامه صح. انتي وسحور جهنم ان شاء الله يسعدوا ليام وتشعل جيان ماما، يمكن بلا وحداني صاحبي اقدر راني فور سحور اللي داني قيدني لطريق الشوك، درت الشيب ديالي ماشي حاف في طريقي شوك، مول شي معروف الشبيبة في لانيوك، لاني لانيوك لاني لانيوك لاني لانيوك الشبيبة في لانيوك، لاني لانيوك لاني لانيوك لاني لانيوك الشبيبة في لانيوك. نيك الغدارة اللي حبت باصيني ربي اللي علي في يدو الحساب، ما على بالي ويلم نيك الغدارة اللي حبت باصيني ربي في لوحده في يدو الحساب صاحبي، نجم يحاسبني حتى بشر
ما ينجم يحاسبني حرفيا حتى بشر كير ربي سبحانه. فهمتني؟ اللي هو مش بشر اللي هو ربي يعني. فهمت يعني؟ فما برشا بشر ما يفهموهاش المعلومه. الموجه ترميني اسمي طوي ما في اسحاب حبوا يهبلوك شوفوك تعاني حبوا يسقطوك سلعه الملوك ماشي مسكاني تغفل لي هزوك غرق في سرعه الملوك من غير ما تسكاني تغفل لي هزوك. دارك الوليد فما لغة دارك على الاخرك اللي فهمك اللي لازمك تتحلل باش تفهم العملية شنو صار. يلي وربي يهديني رسمي لاصحابي حبابي القراب قولوا ملك الموت يجي يديني بدا يموالو غير العذاب تطلع يحسدوك تخلط يعسوك هادو لي دروك موسيقى ودروك كاليبري لازون دور غير لابون طريق الهداية يا عدياني الله يعافيكم بلا يا ربي اهدينا بحر النوايا للويت ما صبتو غير طراف الفايا كوكاينا حاجة ما تدوم كار هاد القوم ولو ما جاتهم من داما stay fucking low where is my home نولي بلاد الأسامة stay fucking low where is my home نولي بلاد الأسامة. تو فهمتها تو فهمتها صاحبي هارد بار الوليد اللي يكتب من قبل قلت لكم الوليد عنده لغة فهمتني ولا كان جيتك اللي نفهم 100% من الكلام ساعات يزرب عليا نضيعها المعلومة فهمت كان جيت نفهم 100% نعطيك الزبده الزبده مثل صلاح كي حمامه انت وسحورك جهنمه ان شاء الله يسعدوا الايام وتشعل الجهه المظلمه يمكن بالهوى ان شاء الله تسعد الايام وتشعل الجهه المظلمه انا لي صاحبي اقدر راني فور راني سحور اللي داني قيدني لطريق الشوك درت الشيب ديالي ماشي عارف في طريق يشوك مول شي معروف الشبيبه في لانيوك لاني لانيوك لاني لانيوك لاني لانيوك الشبيبه في لانيوك لاني لانيوك لاني لانيوك لاني لانيوك الشبيبه في لانيوك وكا نكونوا كملنا ديدين كانون 16 لانيوك بيت باي ام اتش دي الولاد تيتر مو سافا لو طويل لو قصير فهمتني ولا كيما الكليب موش كليب فهمتني ولا اما فرض الوقت صاحبي فما فوضى كالعاده ولا عواد المره هذه سامينك شكون عمل لك البيت فهمنا شكون اللي يعمل في البيت الكاسحه فهمتني ولا ديدين كانون 16 كالعاده ديدين كانون 16 ما يخيبش الولاد كل ما يخبر شوية ويعود يرجع يرجع بموزيكا شبابة يرجع بأرقامه يسيطر على كل شيء فهمتني ولا هيك علاش قلت لكم الفان بيز متاعه شفت على عيني خاطر نشوف بالرسمي رابور كي يغيب برشا الوليد ويعود يرجع ويلقى نفس الكوميونيتي فهمتني ولا موجودة وتعاون فيه وتدز معاه راهي ذيك حاجة فهمتني ولا البعض يتمناها فهمت كيفاش هيك علاش قلت عنده فان بيز ياسر شبابه وياسر مزيانه وياسر كبيره فهمتني ولا اما هذا ما يمنعش كما قلت لكم بيرفكشن الوليد خاطر هو يعرف ايش قاعد يعمل ماهوش جديد في الجيم قاعد يخدم على روحه صاحبي لغه تتحكي بالكدي بالكدي فهمتني ولا يوصل لك معلومه باهيه فرد الوقت السويت نتاعو معاونه دون كل شيء ماشي الزبده كيف ما نقولوا ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون وليد ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ما تنسوش اراءكم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم مرحبا بكم في كل وقت في كل بلاصه على انستغرام بيجي مات رياكشن 22 مينسكول سبسكرايب غادي كسبسكرايب في اليوتيوب وليد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن بيس اند لوف